في ناس كتيرة جدا هتقعد تتكلم وتقول لك سوء الأداء ده عشان خاطر غيابات الكتير اللي عند برشلونة، بس لو سألته هل لو لعيبة برشلونة كلها موجودة جوه الملعب كان الأداء ممكن يتحسن؟ هيقول لك والله على حسب المباراة وسير المباراة. طب لو في حد مثلا كان موجود النهاردة، لو ميمفيس ديباي كان موجود في الملعب كان قادر يغير حاجة؟ بوسكيتس لو كان موجود، ديست لو كان موجود، سيرجيو روبرتو لو كان موجود، كوتينيو لو كان موجود، عثمان ديمبيلي لو كان موجود، جافي لو كان موجود، هل في حد في كل دول يقدر يغير أي حاجة جوه الملعب؟ ولا أي حاجة. ليه؟ لأنك ما عندكش أفكار فنية. ليه؟ لأن المدير الفني بتاعك متدرب. متدرب إزاي؟ ده كان مكسر الدنيا في قطر. في قطر كان سايب له فيريرا فرقة قوية، فيريرا كان عامل له فرقة محترمة، إنما لما جه عندك بقى بيعاني إن هو كان هيموت ويمسك برشلونة، بس لما مسك برشلونة اكتشف إن هو في التوقيت الغلط. لما قلنا لك الكلام ده قلنا لك بلاش تمسك برشلونه لان انت مش راجل مرحله. ناس كتير قوي قالت لك طب هنجيب مين؟ تشافي. مش يا جماعه مش تشافي راجل المرحله دي، احنا عايزين مدير فني كبير، احنا عايزين مدير فني بيعرف يطور مواهب، احنا عايزين مدير فني يقدر يعمل لنا من العيال الصغيره دول تشكيله كويسه السنه دي، علشان خاطر احنا مش منافسين على اي حاجه، فمفترض ان احنا ندور على مدير فني كبير يعمل لنا توليفه محترمه. لا احنا هنجيب تشافي ليه؟ عشان لسه عايشين على هيسد بتاع بيب جوارديولا وان احنا طلعناه من تحت والكلام ده. يا حبيبي دي كانت تجربه وجت مره كده في الحياه، لا احنا لازم نكررها. طب عندك ميسي تحت؟ عندك كنا مديني فوق؟ لا امال عايز تشيل الفرقه ازاي؟ عندك عناصر خبره تسمح لك انك تضخ لعيبه شباب كتير وهم يشيلوهم؟ لا امال عندك ايه؟ ما عندك شويه قرص عايش عليه؟ هم دول اللي هيعيشوك معانا دلوقتي؟ طب عندك فلوس؟ لا النادي مفلس. طب عندك قاعده ناشئين كويسه؟ والله بيقولوا بس الواقع بيقول حاجه تانية خالص، يعني هم بيقولوا ان احنا عندنا شباب وجواهر والكلام ده، بس الواقع بيقول حاجه تانية خالص، الواقع بيقول ان الجواهر دي ما بتسجلش، الجواهر دي ما بتصنعش، الجواهر دي مش مؤثره على المرمى. الواقع بيقول حاجه غير اللي هم بيقولوها. طيب اللي موجود جوه الملعب، اللي موجود جوه الملعب ما فيش شغل فني ولا في فكره واضحه ولا في شغل تكتيكي واضح ولا في طريقه لعب واضحه ولا في اي حاجه واضحه خالص جوه الملعب ولا في ملامح للفرقه. يعني انت مفترض في موسم بناء فريق، انت مش عارف تبني فريق علشان خاطر عندك اصابات كتير وعندك ازمات عضليه كتير، لان انت مفترض انك تطوع طريقه اللعب على حسب الشغل بتاعك، بس انت ما عندكش شغل ولا عندك طريقه لعب، انت لسه عايش على التيكي تاكا وكاتالونيا وكرايف وبيب جواردولا والكلام ده، والكلام ده اساسا ما بقاش عندك اللعيبه اللي تلعب بالفلسفه دي. حتى بيب جواردولا اضطر في وقت من الاوقات ان هو يغير الفلسفه بتاعته وقد يكون تخلى عنها تماما، بس لحد دلوقتي لسه في ناس مقتنعه ان التيك تاكا هي اللي ترجع برشلونه، مقتنعه ان الاجسام الصغيره اللي زي ريكي بوج هم اللي يقدروا يرجع برشلونه، مقتنعين ان بيدري او جافي او نيكو او كل اللعيبه الشباب دي هتقدر تشيل خط نص برشلونه لوحدها من غير اي لعيب خبره جنبهم في نص الملعب، هم مقتنعين بكده، مش عارف جايبين القناعه دي منين. النهارده المباراه كانت سيئه ممله عادي، ماتشات برشلونه الاخيره كلها سيئه وممله، ايه اللي اتغير؟ ما فيش اي حاجه، بس انا بسمع ان هم بيقولوا تشافي بيقدم ابداع وتشافي وتشافي وتشافي، ما بيتباع الوهم عادي، وانت براحتك انت تعيش الشير ولا لا، انت بتشوف بعينك ان الفرقه بتتطور؟ خلاص انت مش شايف الكلام ده بعينك يبقى ما تصدقش. ناس كتير تطلع تقول لك تشافي بيعمل وتشافي 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 وتشافي، بس انت مش شايف الكلام ده قدام عينك، يبقى خلاص هتصدقهم هم وتكدب عينك؟ يبقى انت اللي عندك مشكله. تشافي عنده مشكله في التغييرات؟ عنده مشكله في التغييرات من اول موسم برشلونه. تشافي مدير فني حريص؟ تشافي مدير فني حريص. ازاي بقى مدير فني حريص وعايز يلعب تيكي تاكا؟ مش عارف، هو كل ميزته في الحياه ان هو اسطوره وايكون واسباني بس، هو ده كل المثال. لما النهارده لوك ديونج يكون طالع مان اوف ذا ماتش عندك فانت عندك مشكله، ولما جيرارد هو اللي يلعب الفاولات فانت عندك مشكله، ولما غياب ممفيس ديباي وغياب عبد السمر الزلزولي اللي هم مفترض ان هم اول سنه معاك في الملعب يعمل لك مشكله كده جوه الملعب، فانت عندك ازمات كتير. لما نص ملعبك يكون ضايع ومش عارف ينقل الكره لقدام فانت عندك ازمات، لان تيكي تاكا وسكس فوتبول ونص ملعب ما بيعرفش ينقل الكره لقدام، دي مصيبه سودا. بس مع ذلك في ناس مقتنعه ان لسه تشافي قادر ينافس ببرشلونه على الدوري والكاس، وانا بصراحه بحسد الناس دي، لانك لو قعدت تفكر كده بالعقل والمنطق برشلونه مش قادر على اي حاجه، حتى مش قادر يقنع لاعيبته المصابه ان هي تجدد معاه. ليه؟ لانهم شافوا ايقونه النادي ليونيل ميسي بيتم التعامل معاه بطريقه مزريه من رئيس النادي خوان لابورتا، شافوا ميسي بيتبهدل فهم هيجددوا ليه؟ عثمان ديمبيلي الناس اللي بتهاجمه وبتقول عليه نكر الجميل والكلام اللي بيتقال في الميديا والاعلام ده، لو الصحفيين دول سالتهم بره الميديا وبره رايهم اللي بيكتبوه في الصحف ايه رايكم في تجديد عثمان ديمبيلي، يقول لك عثمان ديمبيلي لو جدد في برشلونه يبقى بينهي مسيرته، عثمان ديمبيلي لو جدد في برشلونه يبقى بينهي مسيرته تماما، عثمان ديمبيلي عايز فرقه محترمه عندها شغل بدني تقدر ترجعه، عثمان ديمبيلي لو مضى برشلونه هينهي مسيرته تماما. نسكت بقى على كده؟ لا، نخبط في ديمبيلي نقول ان هو محتاج دكتور نفساني ونقول 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 عشان الناس تنسى المصيبه اللي احنا عملناها مع الزلزولي والازمه اللي احنا عملناها مع الزلزولي، بتقول ان احنا عندنا عنصريه، فاحنا عندنا عنصريه وما عندناش خطط وبنهاجم لعيبتنا واساطيرنا ما بنحترمهاش، فانت مستني مني ايه في الحقبه المناليه 60 نيله دي اقول لك ان في حاجه ايجابيه؟ انا مش شايف ان في حاجه ايجابيه، لو انت شايف ان في حاجه ايجابيه فمن فضلك قول لي ان في حاجه ايجابيه، اما لو قلت لي ما تشجعش برشلونه فريق مش بتاعتك، لان انا بشجع النادي قد يكون اكتر ما انت ما كنت بتشجع النادي، يعني انا ممكن اكون اقدم منك، فانت لما تيجي تقول لي ما تشجعش النادي فدي مشكله عندك انت مش عندنا. انا شايف المشكله دي
من فترة طويلة، بس انت ما كنتش موجود عندي في القناة فما شفتهاش معايا. اما لو انت عايز تشوف بقى المشكلة دي من فترة طويلة ما عندنا، ففي فيديوهات ممكن احطها لك وتقعد تتفرج عليها وتشوف الدنيا كانت رايحة وجاية منين، والكلام على تشافي قبل تشافي ما يجي. ممكن يعجبك الفيديوهات دي وممكن تعمل لايك او سبسكرايب لو الكلام عجبك، ولو ما عجبكش اعمل ديسلايك في الحاجتين. تذكر ان احنا شفنا 90 دقيقة مخمضة ومقرفة بصراحة، واحلى حاجة فيها التصدي بتاع تير شتيجن اللي بيثبت لنا ان تير شتيجن عنصر ثابت، والكلام على اونانا والهبل ده ننساه والنبي. وموضوع روح باك يمين محتاجين نفهمها، بس لو ركزنا في الفنيات مع تشافي هنتعب لنا كلام كتير. المتعة في برشلونة نفسها.